فداء ليس له حدود. بعد أن استقر بنا الأمر للسكن في غرفة صغيرة جوار المسجد وملتصقة به من الخارج، أخبرت والدتي أنني لا أستطيع تأليف كتاب المسابقة والفوز بها. وبعد يومين من استقرارنا لاحظت عدم ارتياح من والدتي، فأتيت إليها وجلست جنبها، ولكنها أدارت وجهها عني وقالت: هل ترضى أن يتصدق علينا الناس بالطعام وبالملابس الرثة؟ وماذا أفعل؟ لا يوجد أي عمل هنا. هل أسرق وآتي لكما بالطعام؟ هل تقبلين بذلك يا أما؟ أجابت بانفعال شديد: لا 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 أقبل منك ذلك، نحن أتينا إلى هنا لتحقيق هدف كبير، هل نسيت ذلك؟ أماه، لا أستطيع تحقيق هذا الهدف الذي تقصدين. هل من المنطق أن أكتب كتابا ويفوز بجائزة مع أن موضوع الكتاب لا أؤمن به؟ لا أعلم ما الذي تريده الوالدة مني، هل غايتها كسب المال والجائزة؟ أم غايتها شيئا آخر؟ إنها لا تريد أن تصارحني، لذا قلت لها: سوف أذهب غدا إلى ساحة وقوف العمال، ولا يهمني كوني طالب جامعة، وسوف لا أعود للبيت إذا لم أجد عملا. قاطعتني وقالت: لا لا يا عزيزي، إنك غريب هنا وسوف لن تحصل على أي عمل، والأفضل لك البقاء على فكرة الكتاب وجائزته، والمبلغ الذي سوف تحصل عليه سوف يغير من أحوالنا كثيرا. لم تدعني أنطق بكلمة أخرى، وبادرتني بالكلام وقالت: ابدأ يا عزيزي من الغد، واستثمر مكتبة المسجد، فإن فيها من الكتب ما قد ينفعك في بحثك، كما أني سوف أطلب من زوجة متولي المسجد أن ترشدنا إلى شخص يعينك على الكتابة والتأليف. لم يكن لي خيار غير القبول، فقبلت وأخبرت والدتي بذلك. حينها تبسمت ولاحظت في وجهها ملامح الارتياح رغم معاناة الفقر والحاجة التي أضعفت بدنها بصورة واضحة لكل من كان يعرفها أيام النعمة مع والدي. رفعت أول كتاب من مكتبة المسجد، والذي يبدو أن له علاقة بالموضوع الذي أبحث فيه. في الوهلة الأولى لم تكن لدي رغبة في مطالعته، بل ولا مطالعة أي كتاب آخر. نظرت إلى غلاف الكتاب مرة أخرى، فجلبتني عبارة: آخر ما توصل إليه العلم من حقائق يقينية مذهلة. لذا فتحته وطالعت الصفحات الأولى منه. أذهلتني الحقائق العلمية التي فيه بشأن الكون والمجرات والنجوم، إذ أنه بعد أن ذكر أن سرعة الضوء تقارب 300,000 كيلومتر في الثانية، قال أن الضوء الذي يأتينا من الشمس يستغرق 8 دقائق حتى يصل إلينا، وخلالها يقطع مسافة قدرها 150 مليون كيلومتر، وهي المسافة التي تفصلنا عن الشمس. أما أقرب النجوم إلينا فإنها تبعد عنا مسافة يحتاج الضوء كي يقطعها إلى مدة تزيد على 4 سنوات. وأما مجرتنا التي تسمى درب التبانة فإنها تحتوي على أكثر من 200,000 مليون نجم، ويبلغ طول هذه المجرة أكثر من 100,000 سنة ضوئية، أي أن الضوء وبسرعته الهائلة يحتاج إلى 100,000 سنة حتى يقطع هذه المجرة. وليست مجرتنا هي الوحيدة في هذا الكون، بل هنالك الملايين من المجرات الأخرى تسبح أيضا فيه، حيث يقدر العلماء عدد المجرات بأكثر من 100,000 مليون مجرة. قلت في نفسي: وما علاقة ذلك بالقرآن؟ هذه الحقائق اكتشفها العلم الحديث بأجهزته المتطورة ولم يكتشفها القرآن. طرحت الكتاب جانبا وجلست في زاوية من المسجد في حيرة من أمري، وبدأت أفكر كيف أخبر والدتي مرة أخرى بأني لا أتمكن من الاستمرار في بحث كهذا.
أحسست بدخول شخص إلى المسجد، وإذا به رجل يبدو من هيئته أنه ذو شخصية ووقار، حاملا معه ابتسامة هادئة ومتوجها نحوي. فاستغربت منه، وماذا يريد مني؟ هل علم أني لا أؤدي الصلاة فجاء ليخرجني من هذا المكان الطاهر كما يقولون؟ ولكن ما معنى ابتسامته التي طغت على ملامح وجهه؟ يبدو أنك أحمد، أليس كذلك؟ نعم، ولكني سوف أخرج الآن من المسجد. أردت القيام من مقامي، ولكنه وضع يده على كتفي وأجلسني، ثم قال: إنني لم آتي لأخرجك من المسجد، بل قاطعته وقلت له: إذا ما الذي علي فعله؟ وما الذي تريده مني؟ تبسم من جديد وقال: هل تسمح لي بالجلوس والحديث معك؟ أنا أسمح لك؟ نعم، تفضل. جلس بجنبي وعرف نفسه في أول كلامه، فقال: اسمي مناف، ومعروف في هذه المحلة بأستاذ مناف، لأني أستاذ في كلية الشريعة، وأخي هو متولي هذا المسجد الذي أنت الآن فيه. ومن أين تعرف اسمي؟ لقد أتت لنا والدتك وأوضحت لنا أمركم وسبب مجيئكم إلى هنا، وطلبت مني مساعدتك، كما أخبرتني بأنك كنت طالب جامعة وتركتها بسبب الحاجة والفقر الذي أصابكم. عجبني تواضعه رغم أنه أستاذ في الجامعة، وجذبتني إليه كثيرا ابتسامته التي ما فارقته طوال حديثه معي. لذا قررت مفاتحته بالموضوع الذي شغلني، فلعله يقنع والدتي. فقلت له: إني ليس لدي رغبة للمشاركة في مسابقة تأليف كتاب عن معاجز القرآن، لأنني لم ولن أتمكن من ذلك، ولن أحصل على جائزته، ولكن والدتي لا تقتنع. لذا أطلب منك الحديث معها وإقناعها بهذه الحقيقة. أطرق قليلا ثم قال: أجبني بصراحة يا أحمد، طلبت منك الصراحة، فهل أنت أهل لها؟ نعم، إنك جذبتني إليك بكلامك، واطمأننت بالحديث معك، وأمنت الخوف والعصبية منك، فلماذا لا أقول لك الحق؟ هل تؤمن بالله؟ نعم، ولكن الشكوك به لا تفارقني. وهل تؤمن بالقرآن أنه من الله؟ لا، ولهذا أقول أني لا أتمكن من كتابة أي مطلب أو مقالة لا أؤمن بها، ولكن والدتي لا تقبل مني ذلك. بدلا من أن أشاهد الضجر والتنفر على ملامح وجهه، وبدلا من طردي من المسجد كما كنت أتوقع، وبدلا من اتهامي بالكفر والنجاسة لإنكار حقيقة وأصل من أصول الدين، رأيته يتبسم من جديد. نعم، تبسم وخاطبني بكلمات حب وعطف إنسان إلى إنسان مثله. لقد سحرني بها وأعطاني الجرأة أكثر على مصارحته بما يدور في ذهني، إذ قلت له: إني لا أؤمن بالقرآن لأني أرى آلاف الكتب، بل الملايين قد كتبت بأفضل صيغة ومحتوى وبلاغة منه، فمنهم من كتب في الأدب والشعر والقصص والقصص بما يستمتع به القارئ حين مطالعته، وآخرين من كتبوا في العلوم بمختلف أصنافها، والبعض من دون التاريخ القديم والحديث بأسلوب رائع ولطيف. إذا لماذا يجب علي الإيمان قهرا وجبرا بأن القرآن فقط هو المنزل من الله دون دليل وبرهان؟ لماذا لا يجرأ أحد على الإفصاح بما في داخله من شكوك تجاه القرآن؟ ألستم تقولون أن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان من القلب؟ وهل القلب يزداد إيمانا بأمر ما بالقهر والإجبار والاتهام بالكفر والنجاسة؟ كلا وألف كلا يا أستاذ،
القلب يزداد نفرة فوق نفرته الأولى بهذه الأساليب وردود الأفعال التي يواجهها الإنسان الباحث عن الحقيقة، أليس كذلك؟ لم أعط الأستاذ فرصة الإجابة على تساؤلاتي، إذ استأنفت كلامي وسألته السؤال الأخير. أنت أتيت من طرف والدتي، أليس كذلك؟ ألم تسألها كيف تدفع به قهرا لتأليف كتاب عن معاجز القرآن، وأنا لا أؤمن بالقرآن من أساسه؟ قلت كلامي هذا وقد احمر وجهي من شدة الانفعال، وهممت بالقيام وبمغادرة المسجد، إلا أن الأستاذ مناف وضع يده على كثفي ومنعني من النهوض وقال لي: إذن اسمح لي أن أقول لك حقيقة أنت غافل عنها، إن والدتك لا يهمها الجائزة التي أنت وضعتها أمام عينيك وجعلتها حلما لا يتحقق بالنسبة لك، بل غايتها الوحيدة أن تتعرف أنت على القرآن ومعاجزه، ومن خلال ذلك تتعرف أيضا على الله وتهتدي إلى جادة الصواب وسعادة الأبد. أستاذ، أنت متأكد مما تقول؟ نعم، إنها تركت وطنها وأتت لبلاد الغربة من أجلك، وكانت حاضرة أن تتحمل الفقر بأقصى مراتبه، فباعت أغلى ما لديها من ذكريات والدك كي تتعرف أنت على حقيقة وغاية وجودك، ومن أجل أن تؤمن لك حياة الأبد وسعادتها. نعم، هذه والدتك التي تصرخ في وجهها بين الحين والآخر، وتتضجر منها كلما تنصحك، وترد عليها بقسوة وهي لا تجيبك إلا بالعطف والحنان. ولكن من أين لك هذا؟ إنك لم تكن تعرف والدتي من قبل. لقد أخبرتني زوجتي بذلك، كما أن والدتك تحدثت معي أيضا، وطلبت مني والتمستني بدموعها الجارية أن أعينها على هذا الأمر. طلبت من الأستاذ منافي أن يتركني وحيدا في المسجد كي يتمكن من التفكير أكثر في الموضوع، فقام من مقامه وقال: يمكن أن يكون لنا لقاء يومي في هذا المكان بعد الساعة 4 عصرا إن أحببت ذلك. وما يخرج الأستاذ حتى أحسست بالندم على غفلتي وحقارة تفكيري، واستحضرت سوء معاملتي لوالدتي وخشونة كلامي معها، وأنا لم أرى منها في كل مرة إلا العطف والحنان. الويل لي! نهضت وأسرعت خارجا من المسجد مناديا بصوت عالي: أستاذ، أستاذ مناف! سمعت صوت الأستاذ يجيب: نعم، أنا هنا، هل لديك أمر جديد؟ أستاذ، أرجوك عد إلى المسجد، فأنا بحاجة إليك. عاد معي إلى داخل صالة المسجد، وحينها أحسست بالراحة والاطمئنان بجواره، وطلبت منه أن يبدأ معي من هذه اللحظة ودون تأخير، فتبسم مستبشرا وقال: أنت تساءلت لماذا يجب عليك الإيمان قهرا وجبرا بأن القرآن فقط وفقط هو المنزل من الله دون آلاف الكتب الأخرى ودون دليل وبرهان، فهل سوف تؤمن به لو أقمت لك الدليل والبرهان؟ نعم، وبكل تأكيد، ولو أثبت لك بأن القرآن يحوي على مطالب ومعاجز لا يمكن لأي شخص من الأولين والآخرين أن يكتب مثلها مهما بلغت عظمته وعمله وفصاحته، فهل سيكون ذلك دليلا وبرهانا لك على أنه منزل من الله؟ نعم، وأعدك أنني سوف أؤمن به وأعمل بما فيه، بل سوف أنذر عمري للدعوة إليه. أحسست من الأستاذ مناف الارتياح من كلامي، فقال: سوف أعرض لك بالتدريج بعض من إعجاز القرآن، والتي لا يمكن أن تنسب أو تكون صادرة من إنسان، وإن كان أكبر عالم من علماء هذه الدنيا. وسوف نبدأ من يوم غد إن شاء الله الساعة 4 عصرا في نفس هذا المكان الذي نحن الآن فيه. غدرني الأستاذ فذهبت إلى والدتي،
وفي الطريق إليها أحسست بالشوق العظيم لها مع أني لم أفارقها إلا ساعات قليلة. طرقت الباب ودخلت الغرفة فرأيتها قد اعتنقت أختي الصغيرة وهي تمسح الدموع عنها. نعم، هي دموع الجوع والألم. إن أختي لا زالت صغيرة، لا تعرف الصبر والتحمل من أجل الهدف الأكبر والأسمى. إنها تشعر الآن بالجوع، ولا يشغلها إلا تأمين ما يسد جوعها. استغربت والدتي من وقفتي الطويلة بباب الغرفة وأنا أنظر إليها، واستغربت أكثر حينما وقعت عليها وعانقتها معتذرا منها وقد سالت قطرات دمعي وبدت واضحة في ملامح وجهي. قبلتها وقلت لها: ألا أنا عرفت يا أماه ما الذي أتى بك إلى بلد الغربة؟ قلتها ولم أتمكن من الاستمرار والنطق بأكثر منها، ولم يكن في تلك اللحظات إحساس يتابعني تجاه والدتي أصدق من الدموع والبكاء في أحضانها، وما عساه أن يكون مقابل هذا الفداء الذي ليس له حدود. في اليوم التالي وبعد شوق وانتظار، حضر الأستاذ مناف إلى المسجد، وفي الساعة التي اتفقنا مسبقا عليها، وحين استقراره وتبادل التحية بيننا، سألته: أستاذ، ما الذي تقصده من الإعجاز؟ العلم في القرآن. هناك العديد من الحقائق العلمية ذكرها القرآن قبل ما يزيد عن 1400 عام بدقة عالية، ولم تكشف إلا في عصرنا الحديث، وحقائق أخرى لا زالت مبهمة قد تتعرف على أسرارها الأجيال القادمة. وعلى كل حال، لو جاءك شخص لا يعرف القراءة والكتابة وأعطاك رسالة تحوي مقالة علمية عن خصائص الإلكترونات والبروتونات والنيترونات في الذرة وكيفية حركتها والعلاقة فيما بينها، وأن البروتون جسيم ذات شحنة كهربائية موجبة مقدارها 1910 مضروبة في 1.6 كولوم، وذات كتلة تزيد على كتلة الإلكترون ب1800 ضعف، وغيرها من المعلومات الدقيقة عن النواة والانشطارات النووية فيها وغيرها. فلو قلت لك أن كاتب هذه المقالة هو نفسه هذا الشخص الذي أتى بها وحمل ورقتها، حينها هل تصدقني؟ وأنت تعلم أن المستوى العلمي لحامل ورقة المقالة ضعيف جداً، لا يؤهله حتى لكتابة اسمه. بالطبع لا أصدقك وأقول لك أن كاتب هذه المقالة هو شخص آخر غير حاملها. إذن سوف أذكر لك حقائق علمية عرضها القرآن الكريم قبل 1400 عام في وقت لم يكن لأي شخص على وجه الأرض بنهر ولا تلسكوب ولا سفينة فضاء. حينها هل تصدق من يقول أن القرآن كتبه من حمله إلى الناس وقرأه عليهم وأنه من صنع بشر؟ لابد أن أرى ما هي تلك الحقائق التي تتحدث عنها قبل إصدار الحكم. إذن أبدأ معك في الإعجاز العلمي للقرآن، وبالتحديد مع بداية نشوء الكون وخلقه. فأسألك: ماذا تعرف عن نظرية نشوء الكون لدى علماء العصر الحديث؟ هل تقصد النظرية القديمة أم الحديثة؟ يعني أنك تعلم أن لديهم نظرية قديمة وحديثة؟ نعم. إذن قل لي، ما هو الاعتقاد السائد قديما بالنسبة للكون ونشوئه؟ حسب ما طرعته سابقا، أن العلماء والناس كانوا منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس عشر بعد الميلاد، أي لمدة 2000 عام، يعتقدون بأزلية الكون، أي أن الكون ليس له بداية ولا نهاية، وكانوا يعتقدون بأن الأرض هي مركز الكون وتدور حولها الشمس والكواكب والنجوم. الكلام صحيح يا أستاذ؟ تبسم الأستاذ مناف ويبدو أنه استأنس بالمعلومات التي لديه، فقال:
نعم، صحيح ما قلته يا أحمد. أما الآن فقد حلت محلها نظرية الانفجار الكبير في نشوء الكون، والتي تقول أن الكون كله قبل ما يقارب 13 مليار سنة كان كتلة صغيرة جدا تقترب من الصفر، وبسبب قوة طبقت عليها انفجرت تلك الكتلة. ومع ذلك الانفجار الكبير تكونت المجرات والنجوم وغيرها من مكونات هذا الكون. وهل ذكروا من أين أتت هذه القوة التي سببت ذلك الانفجار؟ كلا، لم يذكروا اسما لها، بل قالوا أنها قوة مجهولة المصدر. أستاذ، من المعروف أن كل انفجار يؤدي إلى الفوضى، فكيف يمكن أن تكون منه كل هذه المجرات والنجوم والكواكب بما فيها من الدقة والتنسيق العالي والترابط فيما بينها؟ ليس لدى العلماء إجابة مقنعة لسؤالك هذا، ولكنك لو طلعت القرآن تجد إجاباتك فيه بكل دقة وبيان. عجيب. وهل ذكر القرآن أو تعرض إلى نظرية الانفجار الكبير؟ نعم، سوف أذكرها لك لاحقا في نهاية حديثنا، بعد أن نستكمل ونعرف آخر ما توصل إليه علماء عصرنا. بعد أن ظهرت نظرية الانفجار الكبير في نشوء الكون، أصبح العلماء يعتقدون بأن للكون نقطة بداية نشأ منها، ولا أحد بعد الآن يقول بأزليته. وكيف تمكنوا من معرفة أن للكون بداية نشأ منها؟ قبل ما يقارب 100 عام بدأ علماء الفلك يلاحظون أن الكون ليس بثابت، وأن بقية المجرات تهرب وتبتعد عن مجراتنا، حيث لاحظوا أن الطيف الضوئي القادم من تلك المجرات يقترب من اللون الأحمر، وهو الدليل على ابتعادها عنا أكثر فأكثر. ومن ذلك استدلوا على أن الكون في حالة توسع مستمر، ولو كان أزليا لما رأت التلسكوبات وكالة ناسا الآن أي مجرة أخرى تسبح في الفضاء. كما أن العلماء أثبتوا ضمن اكتشافاتهم ونتائج تحليلاتهم أن الكون يسير نحو النهاية، وأنه سوف ينطوي على نفسه، وهو ما أسموه بالانسحاق الكبير. لم أكن أصدق أن ما اكتشفه العلماء حديثا موجود في القرآن، وظننت أن أستاذ مناف إنما يريد تسويف الموضوع في عدم ذكره لآية التي قال أنها أشارت إلى ذلك. لذا عدت وطلبت منه ذكرها فقال لا. فقلت له: أستاذ، لم تذكر لي الآية، أين القرآن من كل هذا؟ وما علاقته بهذه النظرية؟ ساد الصمت ولم يتكلم الأستاذ شيئا، ويبدو أنه أراد أن يشوقني أكثر لمعرفة نظرية القرآن في نشوء الكون. بعدها تبسم وقال: لا تستعجل الأمور يا أحمد، أما القرآن فقد أطلق نظريته الكبرى في نشوء الكون وتوسعه، وأبطل نظرية الكون الأزلي في وقت لم يكن فيه وكالة ناسا الفضائية ولا مراصد عملاقة ولا سفينة فضاء، إذ قال خالق هذا الكون في كتابه: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لم يكن لدي ارتباط من قبل بالقرآن، لذا لم أفهم معنى الآية التي ذكرها. فقلت له: وأين نظرية الانفجار الكبير لنشوء الكون؟ وأين نفي أزليته في الآية التي قرأتها؟ لو راجعت معاجم اللغة لوجدت أن كلمة الرتق تعني الالتئام والكتلة الواحدة، أما كلمة الفتق فتعني الانشقاق والانفصال. إذا لو تمعنت في عبارة كانتا رتقا ففتقناهما وتدبرت فيها لوجدتها تخبرك بحقائق علمية عظيمة ما توصل إليها العلماء إلا في العصور الحديثة. كنت أصغي لكلامه بدقة وأنتظر منه المزيد، ولكن
توقف في حديثه ويبدو أنه أراد أن يعلمني كيف أقرأ الآيات وأتدبرها. فنظر لي ثم قال: أراك تصغي فقط ولا تتكلم. لم أجبه، وبقي منتظرا مني أي شيء أقوله وما عندي شيء. فقال: أريدك يا أحمد أن تتعلم كيف تقرأ الآيات وتستخرج منها المعجزات. أرجوك يا أستاذ أن تعلم أني ليس لي ارتباط سابق مع القرآن، وما كنت من قبل أقرأ آياته فضلا عن تدبرها، فكيف تريد مني بهذه العجالة أن أستخرج حقائق ومعجزات منها؟ طلبت منه أن يعطيني فرصة التفكر والاستنتاج إلى يوم غد. إذن نلتقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله أشكرك يا أستاذ. كان هذا هو اللقاء الأول الذي فتح لي آفاق البحث عن معجزات القرآن. إذ بعد أن غادرني الأستاذ بقيت في المسجد ولا أحد غيري، وبدأت أفكر في الآية التي ذكرها. نعم، الآية تقول: كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا كتلة واحدة فشققناهما، إذ أنها حقا تنفي أزلية الكون وتقول أن له بداية بدأ بها حين حدوث هذا الانشقاق. ولكن الذي كتب هذا القرآن وفي ذلك العصر كيف علم بهذه الحقيقة؟ بل كيف تجرأ على النطق بها مع أن الاعتقاد السائد لدى علماء ذلك الوقت أن الكون أزلي؟ قمت من مقامي كي أتمشى داخل المسجد وأتعمق في التفكير، وبدأت أتحدث مع نفسي بصوت وأناقشها وكأنها شخص آخر معي. علماء عصرنا يطلقون مصطلح الانفجار الكبير على بداية الكون، ولكن الآية تصطلح على بدايته بالفتق. سبحان الله، مصطلح الفتق والانشقاق أراه أدق بكثير من مصطلح الانفجار، لأن الانفجار دائما يؤدي إلى الفوضى وعدم النظام حتى وإن كان من فعل شخص ما. والنظام الدقيق المحكم في هذا الكون لا يتناسب مع هذا المصطلح. عدت إلى والدتي وأخبرتها بالحديث الذي جرى بيني وبين الأستاذ مناف، وحين كلامي معها كنت أراقب الأثر على ملامح وجهها، فأحسست بارتياحها الكبير وأنها تعلم مسبقا به، وأنها هي التي أرسلت الأستاذ مناف لي. كل ذلك علمته من تبسماتها وملامح وجهها دون أن تنطق به.